في الجزء الأول رحنا حق اليوتيوبرز والمشاهير المعروفين وحلقنا لحيتهم، وإذا ما كان عندهم لحية زرعنا لهم لحية. بس في هالجزء أنا بسوي شيء مختلف، بروح حق اليوتيوبرز الصلعان وبزرع لهم شعر، وفي نفس الوقت اليوتيوبرز اللي عندهم شعر بروح وخليهم صلعان. أخوكم عبد الرحمن، أنا بدنا مقطع جديد وبعد مقطع شاطح. والصراحة هاي أول مرة يمكن أسوي جزء أول وأسوي جزء ثاني في خلال فترة أسبوع أو أقل من أسبوع، والسبب دعمكم الرهيب. خيلوا يا جماعة، في الجزء الأول أنا قلت لكم إذا عجبتكم الحلقة وتبون نكررها بس زر اللايك والاشتراك، وفي أقل من 5 أيام طفنا 200,000 لايك وفوق 1,200,000 مشاهدة. أتوقع شيء كذي يعني أرقام رهيبة، فأتوقع ما له داعي أفكر في الموضوع، لازم أسوي جزء ثاني ولازم يكون أقوى. ممكن في أفكار حق جزء ثالث إذا ودكم. زين، فبنبتدي بهالترتيب: يوتيوبر اصلع، يوتيوبر عنده شعر، يوتيوبر اصلع، يوتيوبر عنده شعر. مع انه ما في مشكله يعني اذا كان اصلع او لا، وكلهم على عين الراس مع كل احترامي لهم، ما نقلل من اي حد موجود في حلقه اليوم. اوكي، فاليوتيوبر اللي بنبتدي فيه هو اول شخص مباشره طرى على بالي لما فكرت في يوتيوبر اصلع، واللي هو قائد جيش الصلعان ابو عابد. اي نعم، ابو عابد. خلينا نجرب الحين. اول شيء بس نشيل اللحيه، انا ما ادري ليش للحين في بالي اشيل اللحيه. اوكي لا، خلى على اللحيه، خلى على اللحيه. الحين نروح حق الشعر، نبتدي باول واحد. هاي شكله هو اصلع. طبعا حاولت القى صوره ثانيه وهو يطالع الكاميرا بس ما لقيت انستغرامه، كله فيديوهات. فخلنا نجرب مباشره، نعطيه هذه التسريحه، نقول بوم. وات، ليش حول شعره ازرق؟ لحظه، نجرب تسريحه ثانيه، نجرب تسريحه ثانيه. لازم الاقي صورة ثانية يا جماعة، شو السالفة؟ اوكي، اتوقع هاي صورة مو واضحة بس ما ادري شلون بتصير. يلا نجرب نحط له شعر عادي، شعر عادي. اوكي، طايح عليه نوعا ما يا جماعة الشعر العادي، يعني احس صغيره في السن. شوفوا الفرق، سونه يصغر في السن مرة واحدة، خصوصا انه قاعد يضعف راسه، ما ادري ايش قاعد يسوي. نوعا ما قاعد يضعف الوجه، بس والله طايح عليه. خلينا نشوف تسريحات ثانية. لا شو التسريحات؟ خلينا نجرب شعر طويل. لا 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 لا، احرق ابو البرنامج. خلاص خلاص، اللي شفته ما له داعي اي احد ثاني يشوفه. ونقول يلا، 1 2 3 جو حطاب بدون شعر. واو واو، مع ان الفلتر ما ضبط كليا يا جماعه، نفس ما تشوفون في جزء في الشعر، بس احس اوكي كان رايح العمرة، رايح يعتمر، يحج مره واحده هاللون وخلص ورجع، ونفس الشعر يعني ما احس غير. صراحه ما احس في فرق وايد. خلصنا من يوتيوبر بشعر، الحين نروح حق يوتيوبر اصلع، وهاي لازم يكون موجود من القائمه. اكثر واحد ياكل في الدنيا يمكن، ما شاء الله الصلاة على النبي، اتوقع عرفتوا مين؟ سحس. اي نعم، اللي يسوي تحديات بس ياكل، يعني اتوقع لو شوي حط على روحه عادي ياكلني انا وشباب جوت كاملين مره واحده هاللون. خلنا نشوف سحس بشعر. اول شيء خلنا نشوفه بدون لحيه، دائما ابى اشوف بدون لحيه، يعني لحيته كثيفه نوعا ما. واو، مو سيء بدون لحيه بس مع لحيه افضل اتوقع. خلنا نشوف الحين مع شعر كالعاده، احط هاي التسريحه اول. واو، لا تغير كليا بالشعر يا جماعه، شوفوا الفرق. هو الصراحة أصلع هيبة أكثر بمراحل، يعني مرة صلعة تسوي كاركتر، تشوفه بالشعر يصير كأنه شخصية ثانية كليا. ركب الشعر صح عليه. خلينا نشوف تسريحة ثانية، مثلا ويفي، مثلا شعر اللون ويفي كيرلي. لا والله راكب صح يا جماعة، الشعر راكب صح. خلينا نشوف تسريحات الباقي هذه. لا لا لا، بس شوفوا الشعر شلون صاير فوق النظارة، رهيب شلون راكب صح. لا والله، فين التسريحات الموجودة؟ حمان، لا تسوي هالتسريحة، لا لا لا، والله يعني راكب نوعا ما الشعر عليه. بس نروح حق يوتيوبر ثاني بشعر ونحلقه. اليوتيوبر اللي بعده. السلام شباب، معكم علاء جيمز كلا من قناة ديل ستيشن. أول شيء على سريع، علاء ناخذ الموس زد زد بدون لحية.
كذي كذي، والحين نشوف علاء بدون شعر. بوب 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 زت زت. لا 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 انا اسف علاء، انا اسف علاء. الفرق يا جماعه، هاي يمكن اكثر واحد ضبط عليه الفلاتر هاي اللي استعملتها في البرنامج. الفرق يا جماعه، مشكله. تعرفون شنو انا حاليا قاعد يزعلني؟ انا قاعد اشوف كل هالبثلج قدامي، بعدين في نهايه الحلقه انا بجرب على نفسي طبعا نفس معودتكم وباحلق شعري. فالله يستر الله يستر الله يستر. بس علاء هارد لك والله، هارد لك. اوكي الحين مع فقره المشاهير، مو بس اليوتيوبرز، فحين اول ويمكن اشهر صلعه في العالم حاليا ذروك الممثل. اي نعم صلعته رهيبه كذي. اوكي فذروك مع شعر مرش لانه مراكب صح. اوكي هذه ركب صح. ذروك مع شعر بسيط خفيف كذي، خلينا نجرب الحين ذروك ونحط له لحيه. اوكي تحول لممثل مختلف كليا الصراحه. واو والله فرق فرق فرق. بعدها نروح حق مشهور عنده شعر، وهاي الصراحه دائما كنت ابغى اشوف شكله هو اصلع، ما اعرف ليش دائما في بالي ابدا اشوف شكله هو اصلع، ولا هو كريستيانو رونالدو افضل لاعب في العالم. سمعوني صياحكم. هو لا يعني ما بسمع صياح احد لانه في النهايه نقاشات ما بدخل فيها. المهم كريستيانو رونالدو، خلينا نشوف شكله مع لحيه، خلينا نشوف. واو اتوقع كريستيانو ما قد شفت شكله مع لحيه، ما قد صارت اتوقع. خلينا نخلي شكله مع لحيه بس نخليه يكون اصلع اصلع. واو ما شل غشني يا جماعه، كريستيانو حتى هو اصلع ضابط عليه. ما يصير نرجع نشوف مشهور ثاني اصلع، ولا هو الممثل فين ديزل اشهر الصلعات يعني. والله ضبط، اتوقع ما لدى اجرب تسريحات ثانيه او شيء. حتى هذه راكبه يا جماعه التسريحه الصح، راكبه على راسه. واو والله شوفوا يا جماعه راكبه الصح، اللحيه والشعر عليه. خلاص 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 نروح حق اخر مشهور قبل لا نرجع حق اليوتيوبرز، واللي هو لازم تحط رونالدو، لازم تحط ثاني افضل لاعب في العالم. بتاكلوني لا؟ اوكي متعادلين اثنيناتهم افضل لاعب في العالم، ولا تزعلون برشلونيين. ميسي شفنا شكله بدون لحيه، فما اتوقع بيكون شيء غريب لو حلقنا لحيته. معروف ميسي مع لحيه بدون لحيه، اي هاي شكله ما احسه غريب، بس الفك يمكن فيه شويه تفاصيل مختلفه. بس ميسي اصلع، هاي اللي انا متحمس ابغى اشوفه ونقول يلا ميسي اصلع. اخ ميسي. يعني انت لعيب ما شاء الله عليك، بس يعني يعني وياك ابدا ابدا لا تفكر ميسي، حس رئيس عصابات شرير شيء كذي. ما ادري ليش ما ادري ليش. نرجع حق اليوتيوبرز ونبتدي مو واحد، مو اصلع هو الصراحه، مو اصلع بس شعره خفيف، واللي هو عموري عمر ماكس اتش دي. خلينا نشوف نطير اللحيه على سريع كذي، بوم 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 بدون لحيه. صغرته 5 سنوات هاللون على سريع. عمر في الثانوي في الاعدادي هاللون. خلينا نشوف عمر اصلع، خلنا نتاكد هاي شكله. عموري انا اسف انا اسف انا اسف. خلينا نجرب نحط لك شعر كثيف الحين. اوكي شيء مو متعودين عليه. هي هي هاي شعره هو هاللون. واو لحظه لحظه لحظه، خلنا ارجع لحيته طبيعيه. مر ليش بس راسه صغر مره واحده اول ما خلينا شعر، يعني شوفوا طلع شلون. اول ما خلينا شعر راسه صغر مره، اتوقع الفلتر مو ضابط. خلينا نجرب تسريحه كذي. عمر 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 لا عمر لا عمر لا 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 خليك كذي، خل ولا كذي. وين الشعر الاصلي؟ شعر اصلي بليز. اي اي خليك كذي، ممتاز عمر والله طايح عليك. ابدا 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 لا تفكر بهالتسريحه. اتوقع خلصوا اليوتيوبرز الصلعان، فالحين بروح حق اليوتيوبرز اللي انتم اقترحتوهم في الحلقه اللي فاتت وتبون تشوفون شكلهم بدون لحيه وممكن صلعان الحين. ومن اكثر الناس اللي صار طلب عليهم احمد شونغ بونغ. اي نعم ان شاء الله يقوم بالسلامه، اتوقع
مصاب كورونا في الفترة الحالية وقاعد يتعافى من الموضوع، فدعواتكم له. بس هالشي ما يمنع يعني إن على خفيف هاللون نحاول نروح ونشيل اللحية. أول شيء نسويه معروفة لحيته طبعا، خلينا نجرب نشيل اللحية أول شيء. بسم الله. واو طايح الفلتر، بس كأنه خلاص رجعت المرحلة الثانوية الإعدادية. هاللون غريب 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 شكله، والله فرق فرق فرق. أحمد أترجاك لا تحلق اللحية يعني، بس بعد طايحة عليه. خلنا نجرب شنب بس. واو لا هذه طايحة عليك أحمد، يعني لو بتحلق أحلق اللحية عادي، خلي الشنب هاي بعد طايحة عليه يا جماعة. المهم نروح حق الشعر. خلنا نشوف، واحد اثنين ثلاثة. الفلتر ما فهم الشعر صح وحول راسه هالكبير كذي، نتفه صغيره كذي. خلينا نجرب، خلينا نجرب مع بدون لحيه اشوف المكس شلون يصير. لا مأساة مأساة مأساة، البرنامج ما فهم صح، مأساة مأساة من الآخر مأساة. المهم يا جماعة قبل نروح حق آخر يوتيوبر، بس إذا أنت مستمتع لحد الحين زر اللايك والاشتراك عشان ننزل جزء ثالث بعد إذا ودكم. في نفس الوقت أعرف في وايد يوتيوبرز ممكن ما حطيتهم في الحلقة، فاكتبهم لي تحت في الكومنتات حق الأجزاء الجاية. بس الحين بنروح حق آخر شخص واللي هو ريان مجرم جيمز، واللي وراه كأنه تو طالع من الحلاق يعني، فخلنا نعدل تسريحتك يعني، رويك حلاق حمان. أول شيء بوم بدون لحية. ثم شكله تغير كليا، حرفيا انسان ثاني. شوفوا الفرق، بس اللحية. لا والله شكله تغير كليا يا جماعة، صار انسان ثاني. اللحية هل قد فرقت؟ يعني لحد ملامح ريان مجرم جيمز، بس انه تغير وفي نفس الوقت راكب عليه يعني الشيء، احس مو اللي مثلا كان شيء غريب او فلتر واضح او شيء، لا لا راكب عليه. المهم نروح حق ريان الاصلع. مرة ليش احس كلي شايف شكله هاللون، اتوقع قبل فترة كان يمكن رايح العمرة او الحج وحلق شعره، ما ادري احس شايف شكله هاللون. مو غريب يعني، ما احس شكله غريب. خلنا نجرب بدون لحية وبدون نقطة شعر. اي الحين تحول انسان غريب، بس بعد لا زال يبين انه هو ريان مجرم جيمز. المهم يا جماعة هني ما مشت، كنت يعني بسلك الموضوع وما اصور روحي. يلا 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 اوكي يا جماعة، هاي الصورة نفسها اللي استعملتها في اخر حلقة وحاولت اشيل لحيتي. اللي يبي يشوف شيء يبدأ الحلقة اللي فاتت، ما بحلق لحيتي بعد مرة، الشكل كان مأساة مالي خاص. الحين نروح نسوي بسم الله. ما بشوف ما بشوف ما بشوف، اتوقع انتم قاعد تشوفون شكلي حاليا بدون لحيه او بدون شعر عفوا. اوكي لا نوت باد الصراحه، يعني مو سيء شيء، مع ان الفلتر ما رش سوى في راسي صغره نوعا ما، انا راسي اكبر بس بالضبط، يعني احس مو سيء نفس ما لما حلق لحيتي. لا اوكي هالمره انا راضي، انا راضي. خلينا نجرب باقي التسريحات الموجوده. هي ما قاعد يتغير شيء، بس قاعد يكبر شعره ويصغره. لا 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 خلينا نجرب تسريحه كذي مثلا. هي شعري نفس الفلاتر الموجوده. بسم الله انا خايف من هالفلتر، ابغى اجرب ذيب وشعر طويل بس انا خايف. يلا المشكلة انه ماخذ بالضبط نفس لون الشعر فراكب الشيء. شنو ذي شنو ذي حمان لما يسوي له فرقة روك، والله يطيح عليه فرقة روك كذي. ترقبوا للبوم القادم. مرة ليش بس كل التسريحات اشوفها طايحة علي، ما احس في شيء غريب فيهم. المهم المهم يا جماعة هني نكون وصلنا حق نهاية حلقتنا، اتمنى عجبتكم الحلقة. طبعا ما له داعي اقول لكم زر لايك والاشتراك اذا عجبتكم، واذا تبون تشوفون مقاطع مختلفه ومتنوعه تقدرون تضغطون هني، واذا تبون تشوفون الحلقه اللي فاتت تقدرون تضغطون هني. نشوفكم حلقه ثانيه.